اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده باذن الله كده عملنا حاجه مختلفه شويه للطيور، بس هي هيها تقريبا، بس يعني مختلف شويه. عاوز اقول لكم ادعوا لي كده ان ربنا كده يتم شفاها على خير ان شاء الله كده، واقوم بالسلامه باذن الله. دعوه حلوه كده صادقه من قلوبكم، ان شاء الله تعمل كل حاجه كويسه. انا عملت زي ما انتوا قلتولي ولبست كمامه اهوت علشان الغبار بتاع الطيور. اسفه جدا جدا، بس لازم انا اسجل الفيديو. اعذروني واستحملوني شويه وان شاء الله الموضوع يعدي على خير. زي ما انتوا شايفين انا هنا طبعا، بص انا طلعت كنا حوالي الساعه 4 العصر، طلعت بصراحه كده حطيت لهم اكل، يعني حاجات بسيطة. حطيت عيش للبط الكبير، ما كانش عندي بصراحة خلطات. امبارح ما كانش فايد عندي بواقي اكل بيت ولا اي حاجة، ان امبارح انا اصلا ما طبختش، ما وقفتش خالص، ف ما كانش فاضل عندي اي حاجة. فابو شقلي جاب لهم كده كام شنطة عيش، بدأت ان انا اقطع وبرمي منها للبط طبعا. واسفة طبعا على منظر السطح، وعاوز تنظيف والله العظيم، انا بنظفه بس بيرجع تاني يتعمل. ان شاء الله بعد ما اروق بقى ربنا ايه يتمها على خير كده، وابدا بقى تنظيفات بقى بتاعه الشتاء ان شاء الله، علشان خاطر طبعا ميه الشتاء وكده. هنا كنت واقفه، عاوز اقول لكم ساعه لما لبست الكمامه اقسم بالله ما كنتش قادره اخد نفسي حرفيا، كنت واقفه متضايقه جدا. كنت بفتح شكاره العلف مانيش عارفه انا بفتحها ازاي، هتلاحظوا دلوقتي هتلاقوا العلف كله نزل في قلب الارض. فالحمد لله على الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. ادعوا لي بس كده ان ربنا طبعا، ربنا بس كده يشفيني ان شاء الله والموضوع يعدي على خير، بس مش اكتر من كده. عاوز اقول لك لو انت اول مره تشوفي القناه يا ريت تنزلي تشتركي فيها وتفعلي الجرس، وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناه. كون جزاك الله كل خير. حطوا لايكات يا جماعه، بالله عليكم حطوا لايكات، ده انا طلع لكم كمان وانا تعبانه، يعني انا ما بقصرش معاكم في اي حاجه، يعلم ربنا كل حاجه بنزلها عندي او كل حاجه بعملها عندي للفراخ او للبط او للطيور بنزلها لكم بكل امانه. فبالله عليكم متنسونيش في اللايك، اهم حاجه اللايك عشان الفيديو بس يرفع معايا ويوصل اكبر عدد من المشاهدين. سامحوني جدا على صوتي، محدش يطلع يقول لي طب ما دام انت عيانه ما بتصوري ليه. لازم ان انا اصور يا جماعه، لازم، ولازم ان انا اطلع اكل طيور، ما ينفعش حد تاني غيري، ما ينفعش. كل واحد وله طريقته، كل واحد فينا وله نظامه. امبارح جات لي سؤال على القناه، هل تكلفه البط، يعني لما اجي اربي بط التكلفه بتاعته تكون عاليه؟ شايفين يعني، عاوزه اقول لكم اقسم بالله انا كنت واقفه ما يعلم بيا الا ربنا، كنتش قادره اشيل حاجه ولا قادره اعمل حاجه، وما كانش في حد موجود معايا غير بنتي الصغيره، هي اللي كانت واقفه بتصورني وانا كنت واقفه شغاله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا عاوز اقول لكم العلف ده كله بقى اللي وقع ده، كل ده هرمي البط الكبير مانيش هسيبه بصراحه يعني. بس انا كنت واقفه مانيش قادره، الكمامه كانت خانقاني بجد، ما كنتش قادره اخد نفسي. الحمد لله طبعا، اهم حاجه بس ان احنا نصبر كده على ابتلاء ربنا لينا، وان شاء الله كل حاجه هتعدي. لازم نكون نفسيتنا مرتاحه ونكون راضيين في الحاجة الحلوة، في الحاجة الوحشة قبل الحاجة الحلوة، تمام كده. انا هنا زي ما انتوا شايفين انا هنا كنت سلقة البطاطا، ما كانش فيا حيل ان انا اقعد ابشر او ان انا اقعد اعمل في كبة او اي حاجة. فسلقتهم حطيتهم في حلة وحطيتهم على النار، السلقوا معايا، وبعد ما السلقوا اخدتهم كده طلعت بيهم حطيت عليهم شوية العلف ونزلتهم للبط. ده كل اللي انا عملته النهاردة، يعني ما عملتش حاجات كتيرة جدا، ما افورتش الموضوع ليكم عشان اللي عاوز يشتغل تقدري ان انت تشتغلي بحاجات بسيطه من غير ما تتعبي ذهنك وبدون تفكير كتير. بس ده اللي انا بدور عليه، حاجه بتساعد البط على الاكل وبتساعد كمان كبدائل للاعلاف. بطاطا كويسه جدا، تمام، من الحاجات اللي هي البدائل الجميله جدا جدا ان انت تقدري تشتغلي بيها للبط وللفراخ كبديل، تمام، من الحاجات الكويسه جدا. بس ما ينفعش ان احنا نحطها لوحدها، لازم تحط عليها حاجه تانية، يعني مثلا لازم تحط عليها مثلا ذره،
حط عليها نسبة علف، حط عليها نسبة كاسيفول عشان نسبة البروتين. لازما إضافات، عندك خلطة بط حط عليها، عندك كزبرة وعيش وعندك بواقي اللي بتحط عليها. لكن ما تتقدمش الوحيدة كوجبة رئيسية ليهم كده، الوحيدة مش هتنفع، مش هتبقى قيمة، مش هتكون كاملة العناصر الغذائية ليهم. فانت لازم ان انت تحطي وجبة تكون متكاملة للبط عشان يستفاد منها، تمام؟ بس فهو ده اللي انا عملته النهاردة، ان انا اكلت الطيور بتاعي كده على طول، ودخلت طبعا غيرت المية بتاعت الفراخ البلد والرومي، وحطيت لهم شوية علف وعلى حبة بطاطا. عاوزة اقول لكم الحمد لله، انا بعود طيور من صغرها، يعني من عمر شهر كده بعودهم على بواقي اكل البيت والحاجات دي، والحمد لله الحمد لله باخد منهم انتاج بيض، باخد منهم لحم كويس جدا، تسمين كويس جدا، ما شاء الله اللهم بارك. امبارح حد دخل قال لي في تعليق مشاه هو البط بيكلف، تكلفة البط بيتكلف لو احنا ربينا بعلف، بيتكلف. اي حد هيقول لي غير كده هيبقى بيكذب عليكي، اي حد هيقول لي غير كده يبقى بيضحك عليكم. متسمعوش لحد يقول لكم لما انت تاكلي علف البط مش هيكلف معاكي، لا، البط كل ما بيكبر كل ما بيتكلف معاكي وبيزيد معاكي. البط علشان تكبر معاكي وزنها يبقى مثالي وتقدري ان انت تذبحيها ويكون فيها وزن، هياكل معاكي 7 كيلو، من 7.5 كيلو ل 8 كيلو علف، تمام؟ طيب حصلت البطة وهي صغيرة، يعني من عمر صغير للعمر مثلا 2 أو 3 شهور، هل الحصلة هي هيها؟ لا طبعا، كل مرة كل ما البطة بتنمو معاكي وبتحول، كل ما الحصيلة بتاعتها بتكبر معاكي فبتاخد أكتر. فما تخليش حد يلعب في عقلك أو حد يقولك ان تكلفة البط في العلف قليلة، اوعي تسمع كلام حد يقولك كده. اللي هيقولك كده هيبقى واحد او حد بيجر مشاهداته بس، بيجر منك مشاهدة ان انت تخش تشوفي خلاص. لا، هو بيكلف تكلفة صعبة جدا، الله المستعان، ومحدش بيقدر عليها غير طبعا بقى يعني اللي ربنا رزقه ان هو هيكلف بفلوسه، يعني هيحط تقل البطارية علف، تمام كده؟ البطة جايبة معاه 5 6 7 كيلو، هيحط مكانه 6 7 كيلو 8 كيلو علف، تمام كده؟ انا بحاول ان انا ابسط لك، بحاول ان انا اوصل لك المعلومه، يعني بوصل لاقل حاجه بحيث ان انت تكوني معايا، بحيث ان انت تكوني تقدري ان انت تربي. انا عاوزه الناس كلها تربي، مش عاوزه حد يطلع من الفيديو ما يربيش، لا، ربي باقل التكلفه ان شاء الله ربنا هيعينك، هتربي وهتاكلي وهتفرحي وهتملي بيتك خير وهتملي بيتك طيور من الانواع اللي انت بتحبيها. ما تخليش حد يستغلك، ما تخليش حد يضحك عليكي. انا سمعت كتير وشفت كتير، بس عاوز اقولك اللي هيقف معاكي في الاخر هدفك. لو انت بتحبي الحاجة هتقدري ان انت تعمليها وتنميها، تقدري ان انت تكبريها. لو انت اديتي دماغك لغيرك هو اللي هيمشيها، بس ده ملخص الكلام. ما تخليش حد يمشي دماغك، مشي انت نفسك، هتعرفي انت رايحة فين وانت جاية منين. ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لكم ووعدتكم قريب جدا هتسمعوا خبر حلو جدا جدا جدا، بس ادعوا لي ربنا يا رب يكملوا على خير الفترة اللي جاية ان شاء الله.